عندنا مطالب. المطلب الاول هو تسديد اجور العمال، لانه عانينا في منذ ثلاثة اشهر عدم تسديد الاجر. احنا عمال المؤسسه هذه باش هي تعاوننا، لا راهي تكسر فينا درك. احنا نخدموا وطالبين الحقوق نتاعنا، ماناش رايحين نزلقوها نديوها للواد. احنا رانا خدامين، كل خدام اللي هنا اللي راك تشوف فيه يتبعوا فيه 10 مدة 3 شهور وحنا ما سلكناش. حق 2015 و 2016 ما كانش، كاينين اخرين سلكوا فيهم، اخرين ما سلكوش فيهم. المنحة تاع الارباح تاع العام ما كانش، تاع الاولاد ما كانش. المسؤولين واحد ما ردنا بالخبر.